الذهب يا ريشيرو في سمعكم أشيرو ثم الذهب يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللايف يوم 12 ديسمبر من سنة 2023 على قناة هشام عبود الصحفي الحر كما رددها الشعب الجزائري. آلاف الجزائريين، لما أقول ملايين الجزائريين، ردوها في يوم 21 مارس من سنة 2021 لما العصابة الحاكمة اللي معروف عليها أنها هي صانعة الإرهاب وهي إرهابية ومخابرات إرهابية أدرجت في قائمة الإرهابيين على الجريدة الرسمية، شيء لم يحصل من قبل. حتى فرنسا الاستعمارية ما حطت حتى واحد من المجاهدين أو من أعضاء الأعضاء الستة والأعضاء 22 اللي فجروا ثورة تحرير محطوم على قائمة الفلاقة، يقولوا الفلاقة محطوش من جريدة رسمية من العصابة. المهم هذا داخل من إنجازات أبو كذيبة المسمى المجيد تبون والعصابة التي وضعته على رأس الدولة الجزائرية بانتخابات مزورة. ويوم 12 ديسمبر يذكرنا بيوم النكبة، لأن 12 ديسمبر يعتبر يوم النكبة بالنسبة للشعب الجزائري. في التفاصيل نشرح لكم وعلاش نسميوها نكبة هذا يوم 12 ديسمبر اللي تم فيها تعيين وليس انتخاب رئيس وليس رئيس جمهوري. في هذا السهرة راح نخصصوا تقريبا كل مواضيع لهذا الحدث لهذا النكبة ونشوفوا كل قطاعات الحياة السياسية الدبلوماسية الاجتماعية الاقتصادية الرياضية كل القطاعات نشوف ماذا تم، ما هي الإنجازات التي يعني يفتخر بها تبون وأزلامي. هذا راح نشوفوه في التفاصيل. نظن بدينا شويه بكري 9 غير ربع 8 ونص، ونظن الاخوان اللي كانوا يعني دخلوا على القناه شافوا هذاك يعني الوقت اللي دخلوا فيه كنت الوقت اللي يعني حضرت كل شيء وبقاو غير نحط الصور ونحط الفيديوهات فوق يعني نحط داخل المنصه باش نستعملهم فيما بعد. يعني الوقت يطلب لي اقل شيء ساعتين تحضير يوميا. هذا لانه واحد لازم يقرا كل الاخبار اللي تجي، لان احنا اخبارنا ماهيش اخبار تاع صحافه بودورو، ما تلتفاش لصحافه بودورو. واحد يعني يلزمو يضرب دوره يشوف شنو المستجدات بين الصباح والعشيه، لان الصباح كاين شيء والعشيه كاين شيء اخر. ولا دونك نحاولوا كل مجهودنا باش ديروا شويه بكري هذا اللايف، لانه فيه اخوان واخوات عزاز عليا وطلبوا لي باش نقدم شويه ساعه البث هذا اللايف. ونزولا عند رغبتهم هذا واش رانا نديروه اليوم، ونشوفوا كيفاش يعني نديروه من بعد دايركت دي كابسول مسجلين في البداية ونكملوا يعني السهرة مع الساعة تسعة ساعة ونص نديروا امتي لايف في موضوعين او ثلاث مواضيع ويبقوا الباقي نكونوا تكلمنا عليهم شوية من قبل. فوالا قبل ما ندخلوا لل
التفاصيل كما العادة. تحية لكل المتابعين والمتابعات معنا، ونبدأ من الأخر ونجو طالعين. دونك مصطفى، شوف مصطفى الحوزي، إدير يحيى مولود، شوفيرمون داكور افيك فو، شو بن شيخا ديريجاتمان اي نوم دو برانسيب اي اونيت. Personne ne peut en douter de son honnêteté et de sa loyauté envers ses principes. Merci, Idir. Donc, je vais prendre au hasard Agda. Évidemment, Kaïm, Tani Hassan, Akhouna Razik, Tahiyat Malik, Khalifi Yassine, Fatima. فاطمة فعلا 4 سنوات كلها دازت مؤامرات وكونس وفشل ولا إنجاز ولا استفادة، ولكن تبون ما حكمش كبرانات هم يلعبوا البلاد بعيد صح، وهذا هو الواقع. تحية الخونة سليمان شاوش، عبدول من مدينة أحبير قرب واد كيس، هذه أحبير المدينة الحدودية بين الجزائر والمغرب، وكان أحبير في بلاد قبائل في ولاية تيزي وزو. نزهات حسين أزول فلام، خليفي ياسين، غوستاف فرنج، ناجية إدير، هاشمي بن، راك مني في نيويورك هاشمي، نعبي لك كندا، هيا صح، بشير منفرط، ياسين الوافي، أقول زعما فاي غاتي فوتخ لاي، ياسين تريبليك، لا قلت شوية نافونسي ما نريبليش، مي نورمال يصوني عندك، على باش كيقولوا كي دير الجرس، وانا ما نعرفهاش تاع الجرس هذه، اللي يعرفها يوريها لنا ويوريها للاخرين. عزيز طاهري، جمال مرنيش، مصطفى الدحماني على سلامتك، انا شاطون، مرحبا، ياسين الوافي، هشام خباط الله يحفظك خويا، زهره الشاطر، حسين طالبي. Et oui, un achat en triste anniversaire, et on va en parler. Youssef 88, Nadia, Ahtiramat Moutenbadila, Hadj Ali, Omar Filali, Mohamed Damran Hamdan, comme toujours, Mdra Bakhda. Donc, il faut supprimer des ministères inutiles, il faut supprimer quel gouvernement. C'est le ministère, quel gouvernement. رضا بن المدينة أولى، علي نور، بخ باش يحيى 34 كوم دابيتود. ألور بون مصطفى الحماني عاود حكي في بلاصتو الأولى كما العادة، يحيى 34 دو جوستاس مورا. مرحبا بكم جميعا، وتحية خاصة كذلك لكل إخوان اللي ما يتابعوناش على اللايف، يتابعونا بعد مسجلين أون ديفيري، و تحية اللي يلتحقوا بنا فيما بعد لللايف. نبدأ بمواضيع اللي خارجة على هذا الذكرى المؤلمة، الذكرى الحزينة، وبعد الفاصل نبدأ ب ما حصل اليوم في جامعة قسنطينة من استفزازات وضغوطات وتهديدات ضد الموظفين في الجامعة وضد نقابيين، وتم إرغام النقابيين على إلغاء الوقفة الاحتجاجية اللي كانوا باش يديروها نهار 15. نشوفوا وعندنا صور على كل حال، نشوفوا هذا كله بعد الجينجل.